طبعا فوانيس غليت عن السنة اللي فاتت، بس برضو في إقبال للناس وكده. لا، هي الأنواع بالنسبة للسوق، إنما كل سنة بينزل الصيني دوت حاجة كرتون بقى وكده. بس طبعا الصيني أو مستورد من يعرفش هو بيصنع إزاي أو كده، لكن عندنا خلفية عنه. لا، المصري معروف هو بيصنع إزاي، إن إحنا بنروح ورش وبنشوفه بيصنع إزاي. احلى حاجه جربت على رمضان، احلى حاجه. ليكي ذكريات معاه؟ لا، احفادي. يعني بيجيب الاحفاد. طب انت شايفه الاسعار بتاعته عاليه على السنين اللي فاتت؟ ايوه طبعا، بس هنجيب دي عاده. دي هنجيب. طب جبتي الفلوس اللي فاتت بكام؟ بنجيبه بيعدي ال 100. والسنه دي جبتي ولا لسه؟ لسه هنجيب اهو، ما احنا نازلين نتفرج عشان نجيب. طب انت بتفضلي الصيني ولا المصري؟ لا، المصري طبعا، ما فيش حاجه احسن من بلدنا. مين اللي جابه ليه؟ جدي. طب انت بتحب الفانوس؟ بتحس ان رمضان جه ولا لسه؟ لا بحس. لا، احنا بص مش رمضان دلوقتي، حاسين رمضان. وانت جبته امتى الفانوس؟ كان السنه اللي فاتت. ايه، شكرا.